الاسم محمد صالح جمعة الرفاعي، مولود سنة 1973 بمدينة أبشة، المرحلة الابتدائية مدرسة النهضة العربية، المرحلة الإعدادية المعهد العلمي الإسلامي إن جمينة، المرحلة الثانوية ثانوية الملك فيصل إن جمينة. بعد ما تحصلت على الشهادة الثانوية عام 1996، تحصلت على منحة دراسية إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية آنذاك، فالتحقت بجامعة المرقد، درست بكلية الحقوق ما بين عام 1989، وتخرجت فيها عام 2003. ثم بعد ذلك التحقت بالدراسات العليا في نفس الكلية وبنفس الجامعة، وتحصلت على الماجستير في عام 2007. أتيحت لي الفرصة أن أدرس في نفس الجامعة، ولي حسن الحظ أن عميد الكلية في ذاك الوقت هو مشرفي على الرسالة، فدرست في نفس الجامعة سنتين متتابعتين، ألا وهما عامي 2008 و2009. ثم بعد ذلك حاولت أن أسجل الدكتوراه بأكاديمية الدراسات العليا في ليبيا في عام 2010، إلا أن الحظ لم يحالفني لأناقش هذه الرسالة بعدما نشأت الأزمة الليبية. نتيجة لتوتر الأوضاع غادرت الدولة الليبية ورجعت إلى أرض الوطن في عام 2011. فمجرد رجوعي حصلت على فرصة تدريس بكلية إدريس ديبي إثنو للعلوم القانونية والسياسية بجامعة الملك فيصل، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا أنا عضو هيئة تدريس بهذه الكلية، ثم بعد ذلك عضو هيئة تدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة إنجمينة، وللعلم أنا بها عضو هيئة تدريس أساسي. وفي عام 2011 تم تعييني بمرسوم رئاسي في المدرسة الوطنية للتكوين القضائي التابعة لوزارة العدل، التي تشمل قسمين بالعربي وبالفرنسي، وذلك تطبيقا للثنائية اللغوية وتطبيقا للمادة التاسعة من الدستور التشادي التي تنص على أن اللغتين الرسميتين في الدولة هما اللغة العربية واللغة الفرنسية. فكنت مسؤول فيها بصفة نائب مدير الدراسات ما بين الفترة 2011 إلى 2015. بعد ذلك عينت مديرا بوزارة العدل، وبالتحديد في إدارة حماية الأطفال. قضيت في هذه الإدارة والمسؤولية سنة كاملة، وأخيرا تم تعييني في عام 2016 نائب للمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، المعروفة سابقا بإينام، والآن تعرف بإينام بعد الإصلاح الذي أجري على هذه المدرسة، وإلى الآن أشغل هذا المنصب. فاتتني الذاكرة عضو هيئة التدريس كذلك بنفس المدرسة الوطنية للتكوين القضائي. دعنا نتحدث قليلا عن ممارسة القانون كمهنة، كقاضي وتدريس في الجامعات، ما الفرق بين ذلك؟ تخصص القانون هو من العلوم الإنسانية، وهو تخصص مهم في المجتمع، وبالتالي يا حبذا أن يكون المجتمع كله له ثقافة قانونية. لماذا؟ لأن الثقافة القانونية ومعرفة المجتمع بالقانون تعكس معرفة هذا المجتمع بحقوقه وواجباته تجاه الوطن، ثم تجاه رعايا هذا الوطن. فكان في الأساس توجهي ليس دراسة القانون، هذه طبعا أمنيات في المرحلة الثانوية، ولكن بعد الذهاب إلى ليبيا اكتشفنا أن تخصص القانون هو تخصص نادر في الدولة التشادية، وبالتالي نحن كجيل يقع على عاتقنا أن ندرس هذا التخصص، والحمد لله فعلا درست هذا التخصص وتحصلت الآن على أعتقد من المراحل ما يكفي في 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 دراسة القانون. فكما قلت أن القانون تخصص وكثقافة يجب أن يكون لدى كل إنسان. بالنسبة لي الفرق بين تخصص القانون كتدريس وكممارسة القضاء
طبعا حتى ممارسة القضاء أنا أتيحت لي بعد تخرجي من الجامعة في مرحلة الليسانس أن أذهب إلى المغرب، ولكني حببت مواصلة الدراسات العليا، لأن مهنة القضاء منها مهنة شاقة وتحتاج على الأقل لجانب نفسي معنوي يكمن في الإنسان. بالإضافة إلى ذلك أن اختياري للدراسات العليا، وأنا متأكد بعد الدراسات العليا هكون عضو هيئة تدريس أو مدرس في القانون، طبعا هذه المهنة شريفة، وهذا لا يعني أن المهن الأخرى ليس لها مكان، لها مكان بالتأكيد، ولكنني أنا حببت دراسة القانون في الدراسات العليا، وأكون عضو هيئة التدريس على الأقل للمساهمة لبناء هذا الجيل الذي يجب أن يعي حقوقه، ويجب أن يعرف حقوقه، ويجب أن يكون جيل له مفاهيم وله أبعاد قانونية، سواء من حيث معرفة حقوقه أو سواء من حيث ممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور، أو على الأقل كفلته الدساتير الوضعية وكفلته الأديان السماوية. ليست العملية هي عملية خوف، إنما هي عملية قناعة وعملية ارتياح شخصي. فحتى القضاء مهنة شريفة، لا يمكن أن يعيش مجتمع دون أن يكون فيه قضاء، أن يكون فيه أناس يتحملون هذه الأمانة. هي في النهاية أمانة يوزعها الباري، ومسؤوليات يوزعها العلي القدير على كل إنسان. وبالتالي ربما تخوفي أو ترددي من دراسة القضاء هو أن أكون عضو هيئة تدريس، وأعتقد لا فرق بين القاضي وخريج كليات القانون، اللهم إلا فارق الممارسة الميدانية، وإلا فإن المواد واحدة والمفاهيم والمصطلحات واحدة، إلا أن الفرق هو هناك ممارسة وهنا عدم ممارسة. وبالتالي يعني بعض قوانين العالم تسمح لعضو هيئة التدريس أن يكون قاضيا دون أن يمر بمعاهد القضاء، وهذه ميزة، لأنه في النهاية يفهم القانون واستثناءات القانون ومجريات القانون، كلها عضو هيئة التدريس يعرفها، لأن حتى القاضي عندما يتخرج هو يتتلمذ على يد أستاذ القانون، وبالتالي فإن النتيجة واحدة. الملتقى الوطني الشامل الذي عقد في شهر مارس المنصرم خرج بتوصيات ونتائج عديدة، منها إصلاح المؤسسات وكذا، هل هذه المخرجات والتوصيات على الواقع هل من عائق قانون يمنع تطبيقها في الواقع؟ من حيث المبدأ هو كل مجتمع قابل للتغيير، وكل مجتمع لا بد أن يساير هذه المتغيرات. فنحن أو الدولة التشادية من استغلت إلى يومنا هذا بالتأكيد أنها مرت بعدة مراحل وبعدة عقبات، ولا بأس أن الإنسان يستفيد من كل الإخفاقات أو من كل العقبات التي اعترضت مسيرته أو اعترضت طريقه. طبعا منذ عام 1990 الدولة التشادية شهدت تبلورا في شتى المجالات، سواء على المستوى الإداري أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى الاجتماعي. وكل مرحلة محتاجة كما قلت إلى عوامل تساعد سيرها حتى تنجح هذه المرحلة. طبعا أول لنا مسيرة هي المؤتمر الوطني المستقل الذي عقد عام 1993، وصدر لنا بدستور، كان هذا الدستور على الأقل يتلائم مع روح المجتمع التشادي ومع فلسفة المجتمع التشادي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فأمضينا وهذا الدستور خضع لتعديلين أساسيين. أمضينا هذه المرحلة ونحن أعتقد لازلنا نراوح في نفس المكان. جاءت الفرصة الثانية وهي المنتدى الوطني، وهو جاء تلبية لاستجابات ولمتغيرات شهدتها الدولة وشهدها المجتمع التشادي. وبالتالي نحن مضطرون أن نراجع، مضطرون أن نحاسب، مضطرون أن نكتشف، مضطرون أن نعرف ما هي الإخفاقات وما هي الإنجازات التي نحن على الأقل أنجزناها في المرحلة السابقة. هذا المؤتمر هو فرصة بأن تبلور الأفكار وأن تستحدث
الإدارة التشادية بمفاهيم جديدة، بمنطق جديد، بمصطلحات جديدة، وده كما قلت نتيجة للمتغيرات. سنة 90 ليس سنة 2018، الأجيال وحتى الأجيال وحتى الأفكار وحتى المتغيرات التي شهدها المجتمع من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية. وأنا أعتقد في تقديري أن هذه المخرجات إذا ما طبقت التطبيق الأمثل أنها ترفع من أداء الإدارة التشادية، سواء من الناحية السياسية، سواء من الناحية الاقتصادية، أو سواء من الناحية الاجتماعية. فهي فرصة لنا جميعا كتشاديين أن نرتقي بهذا الوطن، وأن يلبي هذا الوطن طموحاتنا وطموحات الأجيال القادمة، وأن يكون الفرصة المناسبة لاستغلالها، ولأن نكون على الأقل في عالم يواكب هذه المتغيرات المستجدات. دكتور محمد صالح جمعة الرفاعي، كل إنسان له ممارسات خاصة به، هوايات، فهل لك هواية خاصة تمارسها من غير التدريس مثلا؟ بالتأكيد هوايتنا الأساسية ما دمنا أعضاء هي التدريس، الاطلاع والقراءة، ديك هواية أساسية، لأن خاصة خريج العلوم الإنسانية يوصف بأنه مطلع أكثر، وعصر اليوم أو وقتنا اليوم يستدعي الاطلاع، لأن كما تعرف القانون هو يمس قضايا اجتماعية، وهذه القضايا كلها مطروحة في أرض الواقع. وبالتالي قد يسألك سائل قضيتي كذا وكذا وكذا، ما هي استشارتك، ما هي يعني نصيحتك، وما هي كذا، مفتي. وبالتالي مضطر أن تكون مواكب للأحداث سواء كانت قانونية أو اجتماعية. فبالدرجة الأولى شغفنا كثير في مسألة الاطلاع. كذلك من ضمن الهوايات ممارسة الرياضة، وذلك يعني لما يعود للجسم من فائدة مباشرة. وبالتالي يعني هاتين الهوايتين هما على الأقل في وقتنا الحاضر هما اللتان أمارسهما بشكل متواصل ومعتاد. الحياة كلها مواقف وذكريات ومحطات، فهل في موقف تأثرت به أو على الأقل أثر فيك؟ يعني أهم موقف أثر فيه في حياتي هو عندما كنا في السنة الرابعة في كلية الحقوق. فطبعا هناك دراسة ميدانية، هناك دراسة نظرية. من ضمن الدراسة الميدانية هي في مادة الإجراءات الجنائية. زرنا مكان إعدام الناس المحكوم لهم بالإعدام، فورونا كيف الحبل يعلق على رقبة المحكوم عليه بالإعدام، وكيف يتم الضغط على الزر فيتم إعدام الإنسان. وهناك آلة ضخمة كبيرة تشتغل بقوة كهربائية شديدة. فحقيقة تأثرنا جدا بهذا الموقف لإيماننا أن هناك إنسان مدان، وهذه الإدانة لا تأتي بالتأكيد إلا عن جرم ارتكبه الإنسان، ولكن كمان قول ربنا يذكرنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبالتالي قتل النفس حقيقة يعني شيء صعب في نفسية الإنسان. هذا أشد موقف تأثرت به في حياتي. قد يكون من زاويتين، الخوف من ناحية والرأفة من ناحية أخرى، ولكن نحن في النهاية أمام نص قانوني تطبيقيا مضطرين أن نلتزم به. وبالتالي القانون يكون ساكن إذا لم يكن له تطبيق فعلي. بالتالي يعتبر القانون هو أداة للتطبيق الفعلي، وهذه هي الأداة، هي تطبيق أحكام الإعدام وتطبيق وإنزال العقوبات على المخالفين للقواعد القانونية. لكل إنسان طموح. دكتور محمد صالح جمعة الرفاعي، إلى أين يصل طموحك؟ هو من حيث المبدأ أن الإنسان مجموعة من الطموحات، والإنسان مجموعة من الآمال، وده طبعا شيء فطري في الإنسان. لابد أن يكون لنا طموحات ولابد أن يكون لنا آمال. طموحنا على الأقل بعدما خلاص وصلنا عتبة الأربعينات، طموحنا أن نبني أجيال على الأقل تكون لها ثقافة قانونية ترتقي بهذا الوطن،
ترفع راية هذا الوطن، تلم شمل هذا الوطن، بعيدا عن كل المؤثرات الاجتماعية الأخرى. وبالتالي دائما نذكر لطلابنا، نحن كأعضاء هيئة التدريس مش جايين لكم على أساس إن إحنا دايرين عامل مادي، إحنا دايرينكم أنتم تكونوا مباكر لترفعوا راية هذا الوطن وتشيلوا حتى مسؤولية بكرة إذا نحن بقينا ما فيه. فنتمنى من هذا الجيل أن يكون طموح في هذه الأمور ويتحمل المسؤولية المستقبلية لهذا الوطن الذي لا يبنى إلا بسواعدهم وإلا بأيديهم وإلا بطموحاتهم بالتأكيد. فطموحي بالتأكيد أن تكون شاد أعلى وأن تكون شاد بين المجتمعات الذي يشار إليها بالبنان، وأتمنى أن أرى ذلك في المستقبل القريب إن شاء الله. كلمة أخيرة دكتور توجهها لأن وصلنا إلى ختام الحلقة. كلمة أخيرة وكرسالة أوجهها باعتباري مدرس أو مربي أو باعتباري متخصص في القانون لدارسي القانون أولا. وبالتالي دارس القانون يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة. العدالة أهم حاجة في المجتمع، العدالة مهمة جدا، وبالتالي المجتمع بدون عدالة لن يرقى أبدا. عندما يكون الظلم موجود فإن العدالة غائبة، وإن الظالم يموت بظلمه إن صحت العبارة. وبالتالي أنا إرسال أوجهها لطلاب كليات الحقوق سواء الذين أدرسهم حاليا أو حتى في المستقبل، أن يهتموا بهذا التخصص وأن يعطوا هذا التخصص مكانته، لأن القاعدة القانونية مجرد نص يتم تطبيقه من قبل الشخص الذي يملك آلية التطبيق. هذه أولا. الرسالة الثانية موجهة للشباب الشادي بشكل عام، وخاصة الشباب الذي ينخرط في إطار التعليم، أن يكونوا على الأقل متصفين بروح الوطنية، لأن هذا الوطن وهذا المجتمع لا يرتفع ولا يبنى إلا بسواعد أجياله. فعليهم أن يحافظوا على هذه المسؤولية وأن يرتقوا بهذه المسؤولية، وارتقاؤهم يعني ارتقاء المجتمع وتطلعهم إلى المستقبل هو تطلع لبناء أمة شادية ووطن شادي قوي وعريق إن شاء الله. السادة المشاهدين، بهذه الكلمة التوجيهية الطيبة القيمة التي تحمل كل معاني الود والاحترام والتقدير لهذا الوطن المعطاء، فنتقدم بجزيل الشكر للدكتور محمد صالح جمعة الرفاعي الذي فتح لنا قلبه قبل أن يفتح لنا بابه في بداية هذه الحلقة، وكان اللقاء معه جد شيق وبودنا أن نستمر أكثر، ولكن يشير إلي المخرج أن الوقت انتهى. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى ضيف جديد إن شاء الله.